شيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الفصل بين طواف الإفاضة وسعي الحج بثلاثة أيام؟ إيه نعم، يجوز الفصل بين طواف الإفاضة وسعي الحج في مدة طويلة وقصيرة، المهم أنه ما يترك السعي، ما تكمل عمرته حتى ولا حجه حتى يسعى، لأنه ركن من أركان الحج والعمرة، فلا بد من الإتيان به ولو تأخر. نعم.